لا زال البحرينيون رغم فرض السلطات إلى حظر شامل لحرية التجمع السلمي في البحرين، ورفضها حتى في الفترة الماضية لتنظيم التجمعات السلمية المناصرة للقضية الفلسطينية، لا زالوا يعبرون عن قناعتهم الراسخة في تبني هذه القضية الإنسانية العادلة والمشروعة، وفي رفض كافة أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي. البحرينيون لا يمكن إلا أن يكونوا أوفياء للقضية الفلسطينية، وإن كانت هنالك مساعي من قبل السلطة لتمرير مشروع التطبيع ضمن سياق خليجي مع إسرائيل، ولكن نستطيع أن نؤكد بأنه ليس هنالك أي مستقبل للتطبيع مع العدو الإسرائيلي في البحرين. وهذا المشهد الذي يتكرر من خلال التظاهرات السلمية التي يتم قمعها من قبل القوات الأمنية، وهي تظاهرات متضامنة مع فلسطين، يعبر بوضوح عن هذا الالتزام بهذا المبدأ الإنساني، خصوصا وأن البحرين شهدت منذ مطلع الـ2000 لغاية اليوم مئات الاحتجاجات والأفعال الاحتجاجية المتعددة المتضامنة مع المطالب العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني. وبالتأكيد بأن لو كان متاح اليوم للبحرينيين بأن يعني يخرجوا بشكل أوسع ويمارسوا حقهم في التجمع السلمي بشكل أوضح ومن دون يعني هذه الضغوط الأمنية، لشاهدنا مختلف مناطق البحرين تعج بتظاهرات كبيرة جدا، ولشاهدنا أيضا تظاهرات مركزية بالآلاف من البحرينيين الذين يقفون صفا واحدا في تبني هذه القضية العادلة وفي اعتبار القدس العاصمة الأبدية لفلسطين.